الثامنة والنصف بتوقيت العالمي الموحد، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، والبداية بالعناوين. تخرج دفعة ثانية من الصيادين التقليديين في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مرتنة اليد العاملة الوطنية وتشغيل الشباب. واكشوت تحتضن أشغال ورشة خاصة بالمصادقة على مشروع برنامج محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات. مقتل 64 شخصا جراء حرائق الغابات في البرتغال وسط مطالبة لشكون للمساعدة من الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، والتي نبدأها ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية التعزية التالية إلى فخامة السيد روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو. فخامة الرئيس وأخي العزيز تلقينا ببالغ الأسى والحزن نباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى بالعاصمة البوركينابية واغادوغو، والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى الأبرياء. وبهذه المناسبة الأنيمة، فإنني أعرب لفخامتكم ومن خلالكم للشعب والحكومة البوركينابيين ولأسر الضحايا عن خالص تعازينا ومواساتنا وكذا إدانتنا القوية لهذا العمل الإرهابي. وتقبلوا فخامة الرئيس والأخ العزيز أسماء آيات التقدير. أخوكم محمد العبد العزيز. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وجه كذلك برقية تهنئة إلى فخامة السيد أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لبلده. وجدد رئيس الجمهورية لنظيره الكيني حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز برقية تهنئة إلى فخامة السيد دانيس ساسان غيسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية عزم بلادنا القوي على العمل من أجل أن تنمو وتتعزز باطراد علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين. ووجه رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز كذلك برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوريا السيد مون جي آن بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية حرص بلادنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين. احتضن شاطئ الصيادين التقليديين في نواكشوط اليوم حفلا لتخرج الدفعة الثانية من الصيادين التقليديين، ويعد تخرج هذه الدفعة إضافة نوعية هامة للجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصيد الرامية إلى مرتنة اليد العاملة الوطنية وتشغيل الشباب الموريتاني. الأكاديمية البحرية من خلال مركز التأهيل وتكوين حرف الصيد تنظم هذه الاحتفالية الخاصة بمناسبة تخرج الدفعة الثانية من الصيادين التقليديين. الدفعة المتخرجة تتكون من 300 صياد تم تكوينهم وتأطيرهم في هذا المركز في إطار استراتيجية الدولة المتبعة من أجل مرتنة الطواقم العاملة في قطاع الصيد التقليدي. يسعدني أن أشرف معكم اليوم على تخرج دفعة جديدة من الصيادين التقليديين من مركز التأهيل والتكوين في حرف الصيد التابع للأكاديمية البحرية، ويتعلق الأمر بثاني دفعة نحتفي بها منذ القرار التاريخي الذي اتخذته الدولة في بداية العام الحالي بتفعيل مرتنة طواقم شبه قطاع الصيد التقليدي، والذي كان له كبير الأثر في حفز الشباب على السعي إلى امتلاك زمام المبادرة في استغلال ثرواتنا البحرية عبر الإقبال المتنامي على الانخراط في الدورات التكوينية التي تنظمها الأكاديمية البحرية. أجدد الدعوة لشبابنا بالإقبال بكثرة على التكوين البحري وامتهان حرف الصيد، ففيها من الخير ما يكفل العيش الرقيق. ألقى
القائمون على مركز التأهيل وتكوين حرف الصيد استعرضوا مراحل التكوين الذي استفادت منه هذه الدفعة، مؤكدين على أهمية الدور الذي لعبه القطاع الوصي في إطار جهوده الرامية إلى محاربة الفقر والحد من البطالة بين الصفوف الشباب الموريتاني من خلال هذا التكوين. مداخلات الحضور في هذا الحفل من ممثلي اتحاديات الصيد أجمعت على أهمية مواصلة هذه السياسات بهدف دمج الشباب الموريتاني في هذا القطاع الحيوي الهام في اقتصاد الوطن، مثمنين الدور الذي تلعبه الأكاديمية البحرية في تسليح شبابنا بالعلوم والمعارف الكفيلة بدمجه في قطاع الصيد بمختلف أشكاله. الحفل تميز كذلك بتوزيع بطاقات مهنية على أفراد الدفعة المتخرجة، كما تم تقسيم هذه الدفعة على مختلف شبكات الصيد الوطنية تمهيدا لدخولها في مراحل العمل التطبيقي. وفي ختام الحفل تحدث وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال عن أهمية الحدث. إن هذا اليوم من أيام المشرقة للاقتصاد الوطني، إذ نشرف على تخرج دفعة كبيرة ويد عاملة ماهرة ومدربة لتأخذ مكانها في الاقتصاد الوطني، وهذا هو الشيء الذي كنا نصب إليه دائما، وهو الشيء الذي يصب إليه فخامة الرئيس الذي يؤكد دائما وعلى الدوام بأن اقتصادنا الوطني لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن ينمى اقتصادنا بدون يد موريتانية خالصة متدربة ومواكبة للعصر. الاقتصاد البحري كما تعلمون هو اقتصاد متجدد مستديم، وهو من خيرة الخيرات التي سخرها الله الموجودة بالبلد ومتجددة، إذا لا بد لها من يد مدربة، ونحن سنواكب هذا التكوين وسنواكب متابعة الخريجين حتى نصل إلى المرتنة الكاملة لليد العاملة للاقتصاد الوطني والاقتصاد البحري. تخرج هذه الدفعة سيحفز الشباب على السعي لامتلاك زمام المبادرة في استغلال ثرواتنا البحرية عبر المشاركة بكثافة في الدورات التكوينية المخصصة لهذا المجال. بدأت صباح اليوم في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على مشروع برنامج محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات. تنظم الورشة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات. المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تنظم هذه الورشة الوطنية للمصادقة على مشروع برنامج تكويني حول محاربة الجريمة المنظمة والتعاون الجنائي الدولي بهدف إدراج هذا البرنامج للمناهج التربوية والتكوينية للمدرسة، إضافة إلى الرفع من قدرات القضاة وأعوان القضاء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية في البلاد. تندرج هذه الورشة في نطاق سياسة قطاع العدل الهادفة إلى الرفع من أداء القضاة في مجال مواجهة الجريمة، وفي مرحلة لاحقة ستقوم الوزارة بالتعاون مع شركائها بتكوين مكونين وطنيين يمكن استخدامهم عند الحاجة في التكوين القاعدي للكوادر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجزائية والرفع من مستوياتهم واستيعاب مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب من جهة، ومن جهة ثانية العمل على تنمية وتقوية الروابط المهنية فيما بين هؤلاء الفاعلين على المستويين الوطني والدولي. وتأتي أهداف مشروع البرنامج التكويني حول الجريمة المنظمة انسجاما مع مهام ووظائف المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. تتقاطع أهداف هذا المشروع مع المأموريات التي حددها المرسوم 236/2010 الصادر بتاريخ 1 نوفمبر 2010 للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء والمتمثل في مالي التكوين الأول والمستمر وتأهيل القضاة النظام القضائي، المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد دولة القانون، النهوض بثقافة الصالح العام وأخلاقيات المرفق العام، تطوير البحوث التطبيقية في مجال الإدارة والقضاء، تقديم المساعدات في مجال العلوم وعصرنة الإدارة والقضاء.
ممثل هيئة الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة المنظمة في بلادنا السيد جالو عثمان أوضح في كلمته أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات حول المشروع لما له من دور في تقليص جرائم المنظمة والتصدي لظاهرة الإرهاب ودعم التعاون الجنائي الدولي بهذا الخصوص. وعلى مدى 5 أيام سيتلقى المشاركون في الورشة عروضا ونقاشات حول مواضيع الجريمة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال. في المجال الصحي، نظم المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم ورشة تكوينية لصالح فرق التدخل السريع الجهوية في مجال الطوارئ في الصحة العمومية. تهدف الورشة إلى تكوين عناصر فرق التدخل السريع في ولايات الترارزة والبراكنة والحوض الغربي والعصابة حول مجالات الرقابة الوبائية والنظافة والتعقيم. 5 أيام سيتلقى خلالها أطباء وممرضون وبيطريون معلومات نظرية وأخرى تطبيقية حول آليات وطرق التدخل السريع في مجالات الرقابة الوبائية والنظافة والتعقيم والتكفل بالحالات الصحية والاتصال، وذلك خلال هذه الورشة التكوينية المنظمة من طرف المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح الفرق الجهوية للتدخل السريع في مجال طوارئ الصحة العمومية. إن قطاعنا والتزام بمقتضيات النظام الصحي الدولي RSE 2005 أنشأ المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية الذي يعتبر حجر الزاوية في الاستعداد والتصدي للأوبئة والأحداث المؤثرة على الصحة العمومية. وما هذا التكوين إلا بداية نشاطاته في هذا المجال، حيث يشرف الآن على تكوين فرق ولايات الترارزة والبراكنة والعصابة والحوض الغربي على أن تعمم هذه التكوينات في باقي الولايات. إن قطاعنا وامتثالا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين ليدركوا ما تمثله الكوارث والطوارئ الصحية من أضرار على المواطنين وما تمثله من عبء على الدولة نتيجة لأثارها الوخيمة، وفي هذا الإطار تندرج هذه التكوينات. ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور زومبرتو غوسوذين عبر بهذه المناسبة عن ارتياحه الكبير للجهود التي تقوم بها موريتانيا في مجال التصدي للأوبئة والأحداث المؤثرة على الصحة العمومية، مشيدا في هذا النطاق بالتعاون المثمر القائم بين هيئته ووزارة الصحة من أجل تلبية الحاجيات الأساسية لبلادنا في مجال طوارئ الصحة العمومية. الورشة المفتتحة اليوم تشهد مشاركة فرق طبية من ولايات ترارزة، البراكنة، العصابة والحوض الغربي. بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مناطق شتى داخل الوطن، تؤكد الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية استمرارية هذه التساقطات خلال الأيام القريبة المقبلة، وتطمئن بتسجيل معدلات معتبرة هذا الموسم مقارنة مع الخريف الماضي. سماء ملبدة بالغيوم وضبابية في الأفق تبشر بمطر قريب، طقس معتدل وسط مناخ صحراوي جاف. هذه باختصار هي الصورة الفلكية للعاصمة نواكشوط التي تحن هذه الأيام إلى موسم المطر. أما على المستوى الوطني فقد سجلت تقنيات الأرصاد الجوية المعتمدة خلال الأسبوع الماضي تهاطل كميات معتبرة من الأمطار تختلف في المقاييس من منطقة لأخرى حسب طبيعة التضاريس وحالة الطقس في كل ولاية. احنا الآن سابق يخلق الخريف شهر 5 ونهاية شهر 5 بداية شهر 6 عدلنا التوقعات كيف يكون الموسم هذا السنة 2017. قلنا يكسى أن الموسم لا يبدأ بالعجلة. جاتنا البريمير بري أول سحاب على مواد جوان قريك ساعة قلنا نين يبدأ بالعجلة دور يخلق وقفة سادير سكونا بلين بوز بليفيومتريك ياك وقفة وقفة سحاب خلقت من جوان إلى المواد جوية قرب سيف عام نين خرسو لا سيتياشن إلى 10 أغسطس 2016 و10 أغسطس 2017 مام واحد بنين هذا العام
نين قبل سبب مثال 2017 على 10 أغسطس خالق بليدات لاحقوا 300 مليمتر ياسر من بليدات فوق الكمية 200 مليمتر ونين هذا العام 2017 قليل بليدات ورك على 10 أو 10 أوت 2017 بليد قليل البليدات اللي زايد 200 مليمتر. وبما أن المعدل الإجمالي للأمطار الأخيرة لم يصل إلى 300 مليمتر كحد أقصى، فإن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تطمئن بخريف واعد هذا العام انطلاقا من معطيات الموسم الماضي. وبالنسبة لتأخر الأمطار عن العاصمة نواكشوط وما يحيط بها من قرى، فإن الخبراء يرجعون المسألة إلى حركة المحيط الأطلسي الذي يهيمن جيولوجيا على جزء كبير من المدينة. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول التساقطات المطرية الأخيرة وتوقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية. من النشاط الحزبي، نظم اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية بالعاصمة لقاء انضم رؤساء ومثري بعض أحزاب الأغلبية المشاركة في الاستفتاء الدستوري. وقد هنى المشاركون في اللقاء رئيس الجمهورية على تمرير الإصلاحات الدستورية في ظروف جيدة والإسهام في تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية، معبرين عن فرحتهم بهذا النجاح. رئيسة الحزب الوطني للإنماء حواء سيدة سهلة من تحمد زايد أكدت أهمية نجاح الإصلاحات الدستورية. هني الشعب الموريتاني وهني الرئيس محمد بن عبد العزيز لهذه النجاح الباهر اللي حقق الشعب الموريتاني، هذا النجاح اللي خلق أنه كان محسوب وكان مهيئ له معدل من نتيجة الحوار اللي كان معدل بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة، وكان حوار بناء وجدي، وكان فيه جميع الطيف السياسي في موريتانيا. من هذا المنبر نبقي يفهم الموريتانيين ويفهم العالم لأنه كان حوار يقير هون عاد حكر على اللي قالوا الشعب الموريتاني. الاستفتاء ما ترى للمعارضة ولا ترى للموالاة، عاد اللي ينقال له الشعب الموريتاني، وحقق الشعب الموريتاني لأنه داعم اللي ينقال له محمد بن عبد العزيز الرئيس الموريتاني، الرئيس الشعبي، الرئيس الفقراء، رئيس موريتاني حقيقي. ونختار يفهم الرئيس الموريتاني من هذا المنبر لأننا رانا مهنئينه ومهنئين قواتنا المسلحة قوات أمننا لما بذلوه، فتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم من الأمن في هذه الحملة طيلة الحملة. انتقل الى مشاهدي الكرام الى زميلتي القاليه متمرشين، مساء الخير. والنشرة الاقتصاديه الليله لا شك ان الشديد سيكون ارتفاع سعر التعادل المركزي للعمله الصينيه الايوان ب 28 نقطه، ليس كذلك؟ مساء الخير محمد، يبدو ان لديك اخبار الاقتصاد فعلا هذا المساء. شكرا لك محمد. مشاهدينا النشرة الاقتصاديه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بياناتها البنك المركزي الموريتاني. ارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية اليوان بواقع 128 نقطة مسجلا 6.66 أمام الدولار الأمريكي حسب ما ذكر نظام تجارة النقد الأجنبي في الصين، ويسمح لليوان في السوق الفورية لتداولات النقد الأجنبي بتحرك صعودا وهبوطا في نطاق 2% من سعر التعادل المركزي في كل يوم من أيام التداول.
أظهرت بيانات مصلحة الدولة للإحصاءات في الصين أن أسعار المساكن استمرت في الارتفاع في معظم المدن الصينية، حيث سجلت أسعار المساكن الجديدة في 55 من بين 70 مدينة رئيسية شملها المسح الإحصائي ارتفاعا على أساس شهري، وشهدت 55 مدينة ارتفاعا على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بينما ظلت ثابتة دون تغيير في 5 مدن وسجلت أسعارها تراجعا في 10 مدن. مشاهدينا، فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. مشاهدينا، ختام النشرة الاقتصادية، عودة إلى محمد بديدي وباقي النشرة، إلى اللقاء. محمد، إليك. شكرا. شكرا زميلة الغالية، أهلا بكم من جديد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين إلى أزيد من 25 قتيلا بعد أن عثرت السلطات اليوم على 3 جثث إضافية. وقالت وكالة أنباء الشيخنوا الصينية إن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتر في مركز ولاية جيجوا في سيتشوان في تمام الساعة 9:19 مساء حسب التوقيت المحلي للصين. في البرتغال تستمر حرائق الغابات التي اندلعت منذ أسابيع وتزداد مع كل موجة حر جديدة تصل البلاد، ويحاول أكثر من 3000 رجل إطفاء إخماد الحرائق التي أدت إلى مقتل 64 شخصا. وطلبت رشمون من أوروبا المساعدة في مكافحة الحرائق التي تهدد بالانتشار مع استمرار الطقس الحار خلال الأيام المقبلة. وتضمن الطلب إرسال طائرات لمكافحة الحرائق ورجال إطفاء، وهو جزء من آلية أوروبية للتعاون في مكافحة الحرائق. الآن مشاهدينا الكرام، سننتقل إلى زميلي طلحة. مساء الخير. النشرة الرياضية ستكون بدايتها من فريق فسين وديبو، حيث مدافعه يجري بعض الفحوصات الطبية أثر إصابة تعرض لها مع منتخب المحليين. نعم، هو كذلك. إليك مشاهدينا الكرام، بدأ النشرة الرياضية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكد مصدر في نادي أفسن وديبو أن مدافع الفريق محمد واد أجرى بعض الفحوصات الطبية الضرورية إثر إصابة تعرض لها مع منتخب المحليين خلال المباراة التي جمعته بنظيره المالي، وأظهرت المؤشرات أن إصابته لا تحتاج إلى تدخل جراحي. وأضاف المصدر أن اللاعب يحتاج جراحة يومين لبدء التدريبات مع زملائه حتى يقف الجهاز الفني على جاهزيته للمباراة القادمة في باماكو. وكان اللاعب قد تعرض خلال مباراة السبت الماضي لإصابة تم على إثرها استبداله، وتحدثت بعض التقارير عن إمكانية غيابه عن اللقاء المرتقب ضد مالي مساء السبت المقبل. اختتمت ليلة البارحة بملاعب كرة السلة التابعة للمعهد العالي للشباب والرياضة بالعاصمة منافسة البطولة التأبينية الرابعة للمرحوم الأمير الكاباه العضو السابق بالاتحادية الوطنية لكرة السلة. وقد عرفت هذه البطولة المنظمة من طرف نادي المرحوم الأمير والكابا بتيارة مشاركة بعض الفرق السنغالية. الزميل عبد الحميد سلم والمزيد من التفاصيل. بطولة تابينية للمرحوم الأمير والكابا في طبعتها الرابعة تتميز بمشاركة دولية من طرف فرق سنغالية إضافة إلى فرق محلية ناشطة في مجال كرة السلة الوطنية، وهي بطولة منظمة من طرف نادي المرحوم الأمير كابا بتيارة لكرة السلة. الحفل الختامي لهذه البطولة التي انطلقت في 11 من الشهر الجاري تميز بكلمة لرئيس النادي المنظم للتظاهرة السيد محمد الأمين والكابا، عدد خلالها خصال وجهود المرحوم
المرحوم الأمير الكابا العضو السابق بالاتحادية الوطنية لكرة السلة مقدما نماذج مما أنجزه الرجل في هذا الإطار، الشيء الذي كان له الأثر الإيجابي حسب تعبيره على تطوير وترقية هذه اللعبة الأولمبية على الصعيد الوطني. بدوره ثمن الدكتور محمد جينغ مدير الرياضة بجامعة غاستنبرجي الجهود التي بذلها المرحوم الأمير الكابا في سبيل تنمية كرة السلة ليس على المستوى الوطني فقط بل على الصعيد الدولي، حيث حرص يضيف محمد جينغ على الدفع بالتعاون الثنائي بين جامعة غاستنبرجي والاتحادية الموريتانية لكرة السلة. أما السيد نجاي علي رئيس نادي ملاك لكرة السلة فأكد أن مشاركة ناديه في هذه التظاهرة الرياضية التابينية يأتي عرفانا بالجميل لما قام به المرحوم الأمير الكابا في دعم الأندية والفرق الرياضية الناشطة على مستوى كرة السلة في مختلف ولايات الوطن. نهائي البطولة تميز بإجراء مباراتين على مستوى الرجال والسيدات، حيث تقلب فريق إيجيبي للسيدات على نظيره فريق تشكيلة واكشوط، فيما كانت القلبة لفريق إيجيبي رجال على حساب فريق نجوم الشمال. وفي الرياضة القتالية اختتمت أمس بمنافسة البطولة الوطنية الكبرى للتيكواندو الخاصة بفئة الأكابر والأواسط والأشبال، وهي البطولة المنظمة من طرف الاتحاد الوطني للتيكواندو. بعد أسبوع من التنافس القوي بين ما يزيد على 45 لاعبا من ممارسي رياضة التيكواندو الأولمبية، اختتمت هنا في باحة المعهد العالي للشباب والرياضة منافسات البطولة الوطنية الكبرى لفئة الكبار والأواسط والأشبال المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للتيكواندو. هذا اليوم يسعدني على أن جاءوا ياسر من الجمعيات والنوادي في هذه البطولة نهائيات، والفضل يرجع لله تبارك وتعالى، والدعم الوزارة اللي دائما تدعم ذا النوع من الدعم، والسيد الرئيس الجمهورية اللي دعمه الخاص لهذه الرياضات اللي تقدمت. وهذا اليوم نهائيات البطولة الكبار معناها السنيور وجونيور، هي بدأت من يوم 9 وفات اليوم نهائياتها، والحمد لله على ما يرى مشاركين فيها الجمعيات كامل النوادي كامل اللي في موريتانيا، ونحن اللي قصدنا به كامل أن ندوروا إن شاء الله مرقوا لاعبين يعود يمثلوا موريتانيا في البطولات الدولية والعربية والخارجية. الفعاليات الختامية لهذه البطولة تميزت بإجراء عدد من النزالات في الأوزان الثلاثة التي اعتمدت خلال منافسات البطولة. بس بي وبس معمدة الكسر مهن مسبقا الفائزين في هذه المباريات، وشجع القائمين على هذه المباريات، وادعو جميع الشباب وجميع أولاد الكسر والمقاطعات كاع كاملين انهم كلهم يتخذ رياضة عود هي هوايته وداعيته ويعود يحل فيها وتفيدوا في ياسر بالشي وشبه فيه ولين يتميز فيها تعود لا مضر له للدخل. هاي الرياضات القتالية لأنها خاصة من تايكواندو وكاراتو جيدو وكينغ فو، وخاصة تايكواندو لأنها دائما فيها جميع الفئات الشبابية من الشباب الأطفال ذكور وإناث، ولأنها رياضة قاعدية ثم الجانب الصحي للرياضة وثم الجانب الاجتماعي وثم الجانب الاقتصادي، وهذا لأنها تحاول تقوم بأنشطة على مستوى الأحياء والوسائل نشجعها على قلب حضورنا وتشجيعنا لها إياك أنها تزيد أكثر. الحفل الختامي شهد تسليم الميداليات والكؤوس والشهادات التقديرية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئات التنافس التي شملتها البطولة على مستوى الرجال والسيدات. بذلكم تنتهي النشرة الرياضية، بعد الفاصل ستكون محمد البديدي. شكرا لك سمير طلحة. وبأخبار الرياضة تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تخرج دفعة ثانية من الصيادين التقليديين في إطار استراتيجية الوطنية الرامية إلى مرتنة اليد العاملة الوطنية وتشغيل الشباب. نواكشوط تحتضن وإشغال ورشة خاصة بالمصادقة على مشروع برنامج محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات.
مقتل 64 شخصا جراء حرائق الغابات في البرتغال وسط مطالبة الشؤون للمساعدة من الاتحاد الأوروبي. ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة. بعد قليل مشاهدينا الكرام تلتقون زميلتي الغالية من تعمر شين في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء، أما أنا فأعود وألتقيكم عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. إلى ذلك الحين تحيانا جميعا والسلام عليكم. استفيدوا حاليا من زيادة